السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا، ورجعنا لكم فيديو جديد كالعادة. والفيديو هذا حيكون سريع جدا، هو لتحليل البيتكوين وكذا ونظرة سريعة على الوضع في السوق. وبصراحة يعني ما كنت ناوي أنزل الفيديو، كنت بس أنا نشط على التويتر وعلى هذا، ولكن واحد من زملائنا عصام معانا في الأدمن كذا نبهني على شارت البيتكوين، فلقيت إنه صح لاتس أبديتد لأنه يستحق التحديث حاليا، فمشكور له. عموما قبل ما نبدا، لا تنسى تتابعني على تويتر تي مراد 76. وليش بقول لك تابعني على تويتر؟ على اساس اني انا اشوف هنا بنزل على طول تحديثاتي. اذا ما نزلت فيديو بتكلم على فيرج، تكلمنا على جي ار تي، تكلمنا على عملات زي دوج زي تي ال ام، فاحيانا كثيره جدا ما في وقت ان احنا حتى شيء هنا حاطين له نصيب، يعني احيانا كثير ما عندنا وقت ان احنا نحدث بفيديو، فبالتالي ان احنا بحط دائما كل تغريداتي هنا على التويتر، حتى دي اكس واي اللي هو مؤشر الدولار اللي حنتكلم عنه اليوم ان شاء الله في الفيديو. اوكي، وكمان اذا كنت اول مره بتتابعني لا تنسى تسوي سبسكرايب لنفس الشانل تي مراد 76، واذا عجبك المحتوى تسوي لايك وشير وسبسكرايب طبعا زي ما قلنا. طيب خلونا ننتقل سريعا عشان لا نطول في الفيديو ونطولها وهي قصيرة. احنا من الاول كل تحليلاتنا الفيديوهات السابقة اللي هنا قاعدين نتكلم فيها عن البيتكوين دائما من اول ما بدأنا الصعود واول ما بدأنا خلاص الترند الصاعد هذه، تكلمنا ان احنا فيه كان عندنا هدف ما زلنا منتظرينه اللي هي منطقة 37,000 و35,000. هذه اللي هي 1.38 1.618، طبعا احنا منتظرينه من ايام التصحيح هذا. اوكي، منتظرين هذول الهدفين. طبعا انا لا انكر ان في احتمال بس نوصل للهدف هذا ان احنا نتجاوز. قبل كمان قلت لن اتحول الى متشائم والى سلبي الا ان نكسر هذا الترند الصاعد. طالما اننا داخل القناة السعرية هذه وشرحناها احنا حتى في النماذج الكلاسيكية حقتنا، اوكي اللهم صل على سيدنا محمد، انه طالما ان احنا داخل هذه القناه السعريه فاحنا ما زلنا في ترند صاعد. متى قلنا ان احنا نبدا سلبي؟ اوكي، اذا كسرنا هذا الترند الصاعد وبعدها نشوف التصحيح واعاده الاختبار، بعدها نشوف كيف شكل التصحيح. حتى شكل التصحيح هنا برضه راح يحدد لي. طبعا في ناس لسه منتظره ان احنا نكسر القاع اللي تحت هذا، في نفس الوقت في كلام ان احنا ممكن نوصل بس لمناطق 19000 و18 الا هذه المناطق 17500 الى 19000، هذه هي المناطق اللي انا بعتقد انه حيقعد يصحح منها وبعدين الى البرن القادم اذا يطلع. موضوع كسر المنطقة هذه لسه بدري على اوانه ان احنا نتكلم عليه، لانه في ناس شايفة انه وكل الوجهات النظر صحيحة، يعني انا ما ابغى لا اقعد انتقد هذا ولا انتقد، انا صرت اتكلم عن تحليلي. المهم احنا في انتظار الموجة اللي هي توصل للرقم هذا اللي هو 37,000 اللي احنا منتظرينه الان. ليش سبب التحديث؟ لانه فعلا الان تقريبا والله العليم انه الشارت الحين قاعد يمثل، يعني اول شيء احنا في عندنا قناة هابطة هنا، اوكي، وكسرناها بنمشي كلاسيكيا، كسرناها ووصلنا تقريبا الى التارجت هنا، وحتى المفروض انه في تارجت اعلى اذا هنمشي على اليومي، يعني واظن تكلمنا عليها في الشارت السابق او التحليلات السابقة. اوكي، يعني المفروض حتى انها توصل الى مستويات ال 32,000 للاسف ما وصلته، فمعنى ذلك بتعطيك امل انه لا، اذا في تصحيح راح يصير. اوكي، وبعدها ينطلق البيتكوين. طبعا اللي يتذكر الفيديو اللي قبل كذا السابق كنا تكلمنا، ولو يشوف الفيديوهات السابقه ان احنا تكلمنا نفس الشيء، كان عندنا هنا التحليلات اللي هي بتقول اني بعد ما طبعا قلنا راح ننزل هنا نصحح هنا ونطلع، فقلنا ان احنا هنمشي في تصحيح كبير، وما زلنا ماشيين داخل التصحيح الكبير هذا اللي هو لحد الان لم ينتهي، يعني الى الان لم ينتهي. حتى هذا يمكن الخط يبغى له تعديل الحين شويه، لانه يعني انه بدا يكون على شكل راني فلات سام هاو،
الحين هنشوف على اليومي، فإحنا ما زلنا ماشيين على نفس التحليل. فإذا حتى كسر إلى الأسفل هنا، إذا كسر الأسفل ما زلنا عند الترند الصاعد هذا، أوكي هو اللي بيحمينا. إذا اللي هي مناطق تقريبا 27500 أو something like that، however لو رجع ارتد من عنده هذا موضوع آخر. لكن إحنا إلى الآن ماشيين داخل النموذج التصحيح اللي إحنا كنا من يعني يمكن من أول ما وصلنا إلى هذا المستوى وإحنا تكلمنا فيه، يعني بتتكلم من تقريبا حوالي 23 جون او something like that. اوكي واحنا قايلين انه هنفضل نمشي في هذا المنطقة، شوف حتى لسه لحد الان مرسومه، وبعد المفروض ان احنا بعد ما نتجاوز نوصل لمناطق 35 37 الف. طيب نرجع لليومي، هنا اليومي تقريبا هنا هذا هو سبب تحديث اليوم الشارت، انه تقريبا احنا شايفين في الان رانينج فلات قاعد يتاسس هنا امامنا واضح جدا. اوكي فان شاء الله ان شاء الله بنتنبأ باذن الله، نتوقع انه اوكي نرتد هنا ونبدا نصحح هنا بشكل بسيط، وبعدين ننطلق الى ال 37000. الان 37000 اللي هو هدف النموذج هذا على الفيبوناتشي، يعني لما يكون رانينج فلات فانت رايح تقريبا الى 1.618 37000. ولما تشوفون انا حاطط الاسهم هذه فوق انه برضو في هذول الليفلز برضو واردين انه ممكن نوصل لها 40000 43000 500 وممكن 47000. عشان كذا في فيديو سابق تكلمت فيه انه في احتمال نفتح الابواب لليفلز اعلى من اللي موجوده هنا 37000، لكن احنا خلينا على اللي هو البيسكس حقنا اللي هو الفيبوناتشي الاساسي اللي هو 1.618 37000. وطبعا في عندنا اللي هي 1.38 اللي هو تقريبا عند 35000 اللي تكلمنا عليها. لكن انا متفائل ان شاء الله طالما شفت رانينج فلات اوكي قاعد يتكون، وطالما ان احنا ما زلنا داخل نموذج وما نكسرها باذن الله نتجاوزها وننطلق الى منطقه ال 37000. عشان كذا كتبت هذا رانينج فلات. النقطة الثانية وهي المهمة اللي قلت انه الاخونا عصام في هذا، انا احب اعترف دائما بالكريدت للناس انه هو نبهني على النموذج هذا. احنا يعني لما سوينا الدروس الحمد لله في ناس كثيرة قاعد تستفيد منها وتتابع، وهذا هو الغرض من الدروس انه الناس حتى لو احنا فايتنا شيء ان الخير يعم على الجميع، يعني او الفائدة تعم على الجميع، انه ممكن في ناس تكون شايفة شيء انا مو منتبه له او غيري اوكي مو منتبه له يبتدي ينبهنا عليه. فهو شاف النموذج هذا اوكي، ونفس الشيء هو تقريبا فلاج. لو تبغى تعتبر الفلاج، الفلاج بيكون طبعا بالعكس، بس برضو يعتبر من النماذج الاستمرارية الرانينج فلات، ويحسب بنفس طريقة نموذج اللي هو العلم والراية. اوكي فانت لو اخذت الهدف حقها هذه من القاع هنا، يعني من هنا الى هنا، هتشوف انه هدف القناة هذه تقريبا يصل الى 1.618 اللي هي حوالي 37000. نفس الشيء يعني تقريبا عندنا شيئين مهمين، انه النموذج كلاسيكيا اوكي بيقول لك ان احنا منطلقين باذن الله، موجيا فاحنا منطلقين على النموذج على الفيبوناتشي ان احنا ان شاء الله منطلقين ومواصلين الى منطقة 37000. طبعا ان احنا موضوع بعد كذا نوصل لهنا وابواب السماء تنفتح الى مناطق اخرى، هذه الله اعلم عاد يعني السماء قصدي على يعني هنا هل ينفتح باب اخر اوكي من هناك، هذاك هناك نشوف على شكل التصحيح. ودائما كنت بركز واقول كيف حيكون شكل التصحيح، يعني هنا حتى هنا تكلم شكل التصحيح، لما شكل التصحيح بين انه في شكل تصحيح استمراري يديك تفاؤل باذن الله ان احنا منطلقين الى اعلى. لكن لو التصحيح مثلا اعطانا تصحيح متشائم وسلبي، كان ممكن نقول ان احنا ايش لو كان كذا بالشكل هذا وبدينا نصحح هنا في المنطقة، نقول اكيد قاعدين نصحح عند القناة وحنكسرها وننزل، وساعتها هناخذ مسافة القناة هذه من هنا لهنا ونحسب كم التارجت للاسفل اللي انا حسبت لكم اياه زمان انه ممكن نوصل عند مناطق 19000 الى 17500 والله العليم. فاذا وايش الشيء الاخر اللي متفائل فيه، ان احنا ما زلنا داخل القناه السعريه الصاعده. طالما ان احنا ما زلنا قناه سعريه وقاعدين نشكل لسه نماذج وممكن نطلع ننطلق، وليش بقول لكم ممكن تنفتح اكثر، لانه هنا تقريبا اوكي سقف القناه، فممكن يوصل الى سقف القناه وممكن يوصل هنا، يو نيفر نو، على حسب التايم اللي حياخذه عشان يوصل. يعني لو حسبناها بالتقريب كذا اوكي ان احنا لو حنوصل للمنطقة هذه، فالمفروض يعني هذه ما أحسبها زمنيا، لكن هذه ممكن تقول لك أنه يعني أتليست مفروض قبل 5 أو 6 أوغست، 6 أوغست عيد ميلادي،
فقبل 6 اغسطس ان احنا نكون واصلين هنا المفروض يعني زمنيا. طبعا ما هذا مو شيء اكرت، وهنا قبل 3 سبتمبر المفروض نكون واصلين الى التارجت الثاني اذا نبغى نوصل، ولكن احنا خلينا على 37 وخلينا متحفظين، والى ان يكسر هذا النموذج يكسر هنا فوق ويبدا، حتى مو لازم يصحح ترى ممكن يكسر وينطلق. الرننج فلات احيانا كثيره بشوفه بينطلق ان شاء الله الى 37000. خلاص، فهذا هو بالنسبه للبيتكوين ان شاء الله في تفاؤل كبير. هذا الحين لو نيجي نشوف هنا على الدولار اندكس، دولار اندكس انه بيمشي عكسه البيتكوين تماما. دولار اندكس هنا زمان كنا محللين، انا شفت الشارت هذا وحتى شفته في احد التغريدات وفي القناه العامه، لما تدخل عندي في هنا في اول تغريده تلقى هنا قنوات عندي اللي هي تيليجرام، اوكي، في القناه العامه حتلقى برضو هذا الشارت، بس تعمل هاشتاج اوكي ودي اكس واي يطلع لك كل التحليلات الخاصه بدي اكس واي على القناه العامه. مجرد ما تدخل هنا عندي في القناه العامه اللي هي ابو زايد اناونسمنت، اوكي، تقدر تشوف كل الشارتات السابقه. هاويفر كنا عاملين شارت كذا فوصل انه هو لهنا تقريبا، اوكي، وفعلا وصل التارجت بالملي. هذا نموذج كلاسيكي لا اكثر ولا اقل، مثلث، اوكي، كسره وصل الهدف. والله ما غيرت في الشارت زي ما هو، يعني شفته بالصدفه انه وصل للهدف هنا وبدا يتراجع من هنا. لان ايش النموذج الثاني اللي قاعد يمثله؟ اللي هو نموذج المثلث الهابط، تمام. هنا لو تيجي تشوفه، خلينا بس نشيل هذه شويه عشان يكبر الشارت. هذا مثلث هابط، اوكي، هذا مثلث هابط، تمام، وديسندنج، وتكلمنا عنه في احد الفيديوهات عندي. هتلقى هنا الدروس الفنيه، هتلقى النموذج هذا، بس ادخل على دروس فنيه، الفيديوهات حق الدروس الفنية حتلقى النموذج هذا. النموذج هذا جاي من نموذج هابط وبدأ يشكل نموذج مثلث هابط وكسره، تمام. احنا الحين كسرنا النموذج الهابط هذا، ايش ممكن يعطينا انديكيشن هنا؟ يعطينا انديكيشن انه ان شاء الله مكمل الى النزول. فين المسافة اللي احنا او فين الهدف حقنا؟ هذا على الديلي، اوكي، هذه المسافة حقته من الاغلاق اللي صاير هنا، بيبشرنا انه احنا ان شاء الله وصلنا لمنطقة 95 او 96 تقريبا ليفل. ف 96، فانت بتتكلم يعني انه الدولار راح يضعف الفترة الجاية، ممكن هذا هو اللي يبشر ان شاء الله بانه هذا هي الموجة الصاعدة اللي ممكن توصل فيها الى 37000، تمام. الاقل فيبو موجود حاليا هو 34000، 127، اوكي، وبعده 35000، وبعده ان شاء الله 37000. انا في رايي ان شاء الله نوصل ل 1.618 اللي هي رقم 37000، اخذين في المعطيات انه في كسر للنموذج اللي هو على الدولار هذا، تمام، وان شاء الله التارجت حقه هذا على الديلي يعني، اوكي، يعني ان شاء الله حيمشي بشكل مو اسبوعي، لسه نقعد نقول مثلا اسابيع او شهور، يعني خلال الشهر او الشهرين الجايين هذول باذن الله. هذا كمان يعطيك انديكيشن ان احتمال ما يصير في رفع فائده في الفتره القادمه. لا تنسوا كمان انه خبر التضخم جاء 3%، which is very good، وانا شايف ان الفيدرال يعني شكله خطته نجحت، يعني التضخم جابه من 10.5% تقريبا، اوكي، الى سوري من 9%، 10.5 هذا كان بريطانيا، 9% او 9.5% الى 3%، هذا يعتبر انجاز على مستوى الفيدرال، رغم ان انا ما كنت مصدق انه ممكن التضخم ينزل، ولكن سبحان الله، اوكي، البني ادم ما هو عارف كل شيء. فاذا هذا هو كان التحليل بكل اختصار، اوكي، وهذا خلي الفيديو سريع، كنت بس حبيت اسوي ابديت على البيتكوين. اشكر كل الشباب اللي بيشاركونا دائما في الجروبات من تحليلاتهم، الحمد لله، اللي احيانا بتخلينا ان احنا ننتبه على شغلات فاتتنا وبس. وهذه هي، ويعطيكم العافية جميعا، ولا تنسى تسوي متابعة لي هنا على تويتر، ولا تنسى تسوي لايك وشير وسبسكرايب إن عجبك المحتوى. يعطيكم العافية، ونراكم في فيديو قريب بإذن الله إن شاء الله.